ترفع الراية استعدادا للانطلاقة. فتحت البوابات على بركة الله في رابع أشواط هذه اللمسية. إنتاج السعودية مفتوح الدرجات وقيمة الجائزة 100,000 ريال على مسافة الميل وربع الميل. الانطلاقة السريعة ربما من المسار الخارجي لرقم 10 أزار إلى المركز الأول، بينما يبعد أيضا إلى الصدارة مع بقية الأسماء. وأشاهد أيضا أفندينا مع الخيال رائد الفيروز إلى المرتبة الأولى، وبقية الأسماء بن خلدون يأخذ الصدارة بعد أن أخذ الخطوة عبر المسار الداخلي رقم 8 الآن في المرتبة الثالثة. هنا الانطلاقات لابن خلدون إلى المركز الأول، بجواره أفندينا في المرتبة الثانية، وأيضا رقم 8 الآن ثالثا ورابعا. أشاهد تقدم ولد البلد أيضا في هذه الأثناء، مع أيضا معروف الجواد الأزرق بالشعار الأحمر صاحب زمن مميز 2:03 في الموسم الماضي على مسافة 1000 متر. هل تعيد يا معروف هذا الزمن المميز؟ ولكنه بن خلدون إلى المركز الأول، المطاردة من أفندينا في المرتبة الثانية. هناك أيضا الآن عبر المسار الداخلي النشاص قادما مع فواز والناس بطل كأس ولي العهد في الموسم الماضي، يتقدم في المرتبة الرابعة. معروف قادما أيضا من المسار الخارجي، والتقدم من قبل هكتور أحد الأسماء المرشحة. يتقدم بن خلدون، يتقدم، يواصل معنا فالعنزي إلى المركز الأول. النشاص قادما من وسط الأسماء، ما يتقدم مع فواز والناس إلى مرتبة الثانية. هل يواصل الدخول القاتل والدخول المميز؟ الويس موراليس عبر المسار الخارجي مع هكتور، يتقدم النشاص، يعيد أمجاده. أهلا بفواز والناس بحضور النشاص، البطل القادم بهذه الصورة الجميلة إلى خط النهاية. أجمل تحضير وأجمل تجهيز وأجمل حضور فواز والناس، شكرا لها.